منصات أمريكية وسودانية تفاؤلها بإمكانية حصول انفراج في العلاقات الأمريكية السودانية في أعقاب استضافة واشنطن مؤتمر السلام للسودان خلال اليومين الماضيين. الجنرال سكوت غريشن مبعوث الرئيس أوباما إلى السودان قال إن الإدارة الأمريكية مستعدة لبحث كافة الخيارات، لكنه شدد على أن الخرطوم مطالبة بتحديد خياراتها وإعلانها بوضوح. من جانبه قال غازي صلاح رئيس الوفد الحكومي السوداني المشارك في مؤتمر واشنطن إن المؤتمر أعطى فرصة للحوار بين البلدين، ما أوجد حالة من الثقة والأمل في إمكانية تحسين علاقاتهما مستقبلا. تقرير رابح فيلالي. المبادرة التي أطلقها معهد السلام بواشنطن بجمع شريكي اتفاق السلام في السودان، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية فتحت آفاقا واسعة لمستقبل العلاقات بين البلدين المتوترة في غالب الأحيان. إعطاء النظام الجديد في أمريكا بقيادة أوباما فرصة لتغيير ليس السياسة الأمريكية تغييرا جذريا ليس فقط نحو السودان. المبعوث الأمريكي إلى السودان نجح في جمع الغريمين السودانيين حول طاولة الحوار في واشنطن في مشهد غير مسبوق في محاولة لتفادي عراقيل تنفيذ اتفاق السلام بين الجانبين المتوصل إليه نهاية العام 2004 في العاصمة الكينية نيروبي. الجنرال غريشن في المقابل يصر على أن واشنطن أعطت الخرطوم الفرصة الكافية وعلى الخرطوم أن تظهر استعدادها الكافي للاستجابة. على الحكومة السودانية أن تحدد مواقفها الآن، سوف نرى كيف سوف يتعاملون مع تصوراتنا. الأعضاء الشماليون الحضور إلى واشنطن يؤكدون وجود مناخ مختلف في علاقات الطرفين في ظل إدارة الرئيس أوباما، خاصة بعد إعلان الجنرال غريشن أن عمليات الإبادة في دارفور توقفت، يضيفون إلى ذلك أن مؤتمر واشنطن أضاف حالة من الثقة إلى علاقات البلدين المهزوزة الثقة في الغالب. نعم يعني ما هذا ما كنا نتوقعه أصلا، هو أن يقدم دعم أدبي ومادي لتطبيق الاتفاقية. الحركة الشعبية التي تتهم في الخرطوم بالتحالف مع واشنطن ضدها ترى من جانبها أن المبادرة الأمريكية تشكل دعما حقيقيا لمستقبل السلام في السودان وإنقاذ وحدته من الانهيار. المؤتمر ده نشوف آلية جديدة بشكل جديد، أنه نحن عاملين أنه ممكن يعالج المشاكل العالقة في المؤتمر في الاتفاقية إن شاء الله. السلام عليكم. في العلاقات الأمريكية السودانية كثير من المحطات الساخنة تعود إلى سنوات صعود تيار حكومة الإنقاذ في الخرطوم وقرار الخرطوم حينها إيواء زعيم تنظيم القاعدة على أراضيها، إضافة إلى الموقف من الحرب الدائرة في الجنوب حينها، إلى أن بلغ التوتر أوجه عندما قررت إدارة كلينتون توجيه ضربة عسكرية لمصنع الشفاه، وازداد التوتر أكثر بعد اندلاع أزمة دارفور حيث اتهمت واشنطن الإنقاذ بارتكاب أعمال إبادة هناك. لكن في هذه العلاقة إنجاز مشترك يفتخر به الجانبان، ألا وهو اتفاق السلام الذي تحقق بانخراط أمريكي مباشر وبرعاية شخصية من الرئيس السابق جورج بوش. بقيت هناك عقبة كأداء في علاقات الطرفين والمتصلة بالموقف من محكمة العدل الدولية، فلكليهما تشكل المسألة خطا أحمر بالنسبة لواشنطن، فالقضية تتصل بحقوق الإنسان، أما بالنسبة للخرطوم فالمسألة على صلة بمصير السيد الرئيس. رابح فيلالي، الحرة، فيرجينيا. أوسط